السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. الحقيقة في كلمتين مهمين ومهمين قوي ووقفت قدامهم كتير النهاردة. الكلمتين دول اللي قالهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وكانوا بمنتهى الثبات والعفوية من قلب الصعيد قالهم وهو بيفتتح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، لما قال عاوز أفضل خدام لله والناس لحد ما أمشي. وده اللي قلنا عليه من كام يوم، إنه الصعيد كان منسي وفي قلب نفق التجاهل والإهمال لحد أما جه سيادة الرئيس وغير الواقع ده وشد، يعني زي ما نقول عربة تنمية الصعيد وطلعها من نفق النسيان لنور التطوير والاستثمار. الكلمتين اللي قالهم الرئيس بيشرحوا لك بمنتهى البساطة كل التطور اللي بيحصل حوالينا، بيفسروا لنا مبادرات الرئيس سواء حياة كريمة أو في الصحة أو التعليم، وبيأكدوا على أنه ربنا سبحانه وتعالى رزق البلد برئيس مخلص بيشتغل لخدمة بلده وناس بلده بدون حسابات. النهاردة شفنا الحقيقة عرض وافي وكافي من رئيس الحكومة لكل مشروعات الدولة في الصعيد وبالأرقام والمعلومات اللي بتقول إنه اللي حصل في الصعيد خلال السنين القليلة اللي فاتت ما حصلش الحقيقة خلال 100 سنة. وهنا بتبان قوة دولة 30 يونيو إنها دولة صاحبة خطة ورؤية بتشتغل في كل الاتجاهات، دولة منجزة ومؤمنة بالحلول والحلول الجذرية لمشاكلها، مش مؤمنة بالمسكنات، دي مهمة جدا. والنهاردة سيادة الرئيس كعادته كان واضح وصريح وحاسم وحازم، تصريحات كاشفة وردود وافية بتقطع الطريق على كل المشككين والمبتزين، وكله بالورقة والقلم والإنجازات اللي موجودة على أرض الواقع. عشان كده أنا محتاجة أقف معاكم شوية قدام مجموعة من تصريحات الرئيس النهاردة، ومش هعتبرها تصريحات على قد ما هي رسائل ورسائل مهمة. هنقول الرسالة الأولى، كلام الرئيس النهاردة هي أهم رسالة بتعبر عن عقيدة الجمهورية الجديدة اللي قايمة على الصراحة، واللي بتقول إنه السيد الرئيس أسس جمهورية جديدة ومؤسسات قوية لا تخضع للابتزاز ولا المزايدة. وده ظهر لما سيادة الرئيس اتكلم بوضوح شديد عن دور القطاع الخاص في مشروعات الدولة الكبرى. الرئيس اتكلم بحقائق واتكلم بأرقام ووضح منهج الدولة وأخرس كل المشككين، وهو بيحط قدامهم أرقام وحقائق بتقول إنه 4500 شركة أو شركة تشييد أخدوا قد إيه؟ 1.1 تريليون جنيه في 7 سنين. هقول تاني، 4500 شركة تشييد أخدوا 1.1 تريليون جنيه في 7 سنين، وإنه في شركة خاصة أخدت 75 مليار جنيه في 7 سنين. فإزاي الناس تقول القطاع الخاص ما بيشتغلش؟ طيب في رسالته بقى التانية كان الرئيس حاسم وواضح وهو بيقطع الطريق قدام كل المزايدين، وبيأكد
انه مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه متاحه سواء للبورصه او المشاركه. خلاص، دي كانت الرساله الثانيه. نروح للرساله بقى الثالثه والمهمه في كلام الرئيس النهارده، كانت متعلقه بالوعي، وهقولها لحضراتكم زي ما بيقولوا بالفم المليان. كل الناس اللي قعدت سنين طويلة تتكلم عن المواطن المصري والوعي والثقافة، محدش فيهم قدم الحقيقة حلول على الأرض أبدا زي ما عمل الرئيس السيسي. وأعتقد إن اللي بيحصل في الصعيد واللي شرحه السيد الرئيس واللي شرحه السيد رئيس الوزراء واللي قلناه بالأرقام الحقيقة كان من حلقتين فاتوا، بيأكد حجم إنجازات حياة كريمة وتطوير القرى وإنشاء المدارس والمستشفيات في قرى الصعيد اللي كانت منسية تماما وبدون خدمات إطلاقا. عشان كده يعني أنا فاهمة كويس تصريح الرئيس النهاردة لما أكد أنه متاهة التخلف بسبب الجهل والفقر وقلة الوعي. الرئيس بيشاور للكل وبيقول لهم أنه مشروعات الدولة اللي في كل اتجاه يعني هدفها الرئيسي إيه؟ أنها تقضي على أسباب متاهة التخلف اللي موجودة. طيب، دي كانت الرسالة الثالثة. هنروح بقى للرسالة الرابعة، وكانت الحقيقة الرسالة الرابعة مهمة جدا لأنها بتقطع بقى الطريق على مروجي الشائعات، ولأنها بتوضح كتير من اللغط اللي بيحصل بخصوص الطرق والمحاور الجديدة ونزع الملكية. والرئيس قال فيها مفيش طريق يتم توسعته بجانب الأرض الزراعية إلا بعد تعويض أصحاب الأراضي الزراعية وبسعر عادل. خلاص، دي الرسالة كانت الرابعة. الرسالة الخامسة كانت الحقيقة يعني نقدر نقول رسالة للمستقبل، رسالة مهمة برضو لأنها بترد على اللي بيدور في دماغ الناس بخصوص هي الدولة عاوزة إيه؟ والمواطن هيعود عليه إيه من المشروعات دي؟ وهنا بقى عايزين نركز مع بعض ونسترجع كلام الرئيس القديم لما قال أنا عاوز كل حاجة تكون معمولة صح بنسبة 100% عشان ده يعود بالنفع على المواطن وتحسين وضعه الاقتصادي. يعني باختصار الشغل الشاغل للسيد الرئيس ومؤسسات الدولة هو تحسين وضع المواطن المصري. طيب، ده بقى يخلينا نرجع لأول كلمتين قالهم سيادة الرئيس النهاردة، عاوز أفضل خدام لله والناس لحد لما أمشي. ليه؟ لأن هم دول أصل الحكاية وأصل الحدوتة اللي بتقول لنا إننا قدام رئيس بيقدم أفضل معاني إنكار الذات وبيشتغل عشان البلد دي وناس البلد.
واحد من أهم الأرقام اللي قالها الرئيس النهاردة هو حجم الإنفاق اللي أنفقناه على صعيد مصر علشان نعوض السنين اللي فاتت ونعوض الإهمال وغياب التنمية اللي الدولة اعترفت بيه وما أنكرتهوش. سيادة الرئيس قال أنفقنا على تنمية الصعيد حوالي تريليون جنيه. كانت القيمة الاستثمارية اللي الدولة بتقوم بيها على مدار السنوات اللي قبل ما احنا نتولى المسؤولية دكتور معيد في حدود 30 مليار، مش كده دكتور مصطفى؟ طيب 30 مليار في 30 سنة ب 900 مليار جنيه. 30 مليار في 30 سنة بكام؟ 900 مع الوضع في الاعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى 30 سنة. القيمة الاستثمارية اللي احنا بنتكلم عليها اللي الدولة ضختها سنويا تريليون متوسط. توافقني يا دكتور معيط؟ أوافقك. طب اشرح بقى. يعني أنا بقول للمصريين اللي الدولة حبت تعمله لما كنت بقول لكم قبل كده إن احنا والله ما نفعله في بلدنا هو محاولة مش أبدا وده ليس والله إساءة لأي حد، لكن محاولة يعني لتعويض ما فاتنا. بقول تاني، لو كانت الدولة المصرية كانت على مدى 30 سنة بتصرف في المتوسط 30 مليار جنيه يعني في السنة، يبقى 30 في 30 ب 900 مليار جنيه. الدولة المصرية في السبع سنين اللي فاتوا دول تقريبا المتوسط تريليون جنيه، مش كده يا دكتور معيد؟ مظبوط. يعني انت بتصرف في السنة اللي كنت بتصرفه تقريبا في 30 سنة، 30 سنة لمدة سبع سنين. ده المحاولة مننا لإيه؟ لتعويض إيه؟ ما فاتنا. طيب أنا بينضم لي دلوقتي الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. أهلا بك يا دكتور في 90 دقيقة. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. احنا شايفين النهاردة الصعيد بيفرح. صحيح، يعني ويستحق انه يفرح، لأن الصعيد أهمل وهمش على مدار عقود طويلة، فطبيعي جدا انه يفرح لما ثمار التنميه تتساقط. ده صحيح. صعيد صحيح. طيب عايزين نعرف بقى يعني ايه كانت خطه التنميه المحليه لتنميه الصعيد؟ كانت التنميه المحليه في السبع سنين الاخيره وكجزء طبعا من استراتيجيه الدوله. دوله من 2014 2015 عندها استراتيجيه لتطوير المناطق المتاخره تنمويا واهمها الصعيد. وده كمان بيترجم الاستحقاق الدستوري، احنا عندنا يعني حزمه من المواد الدستوريه اللي بتنص على تنميه المناطق المتاخره تنمويا وبتخص الصعيد كمان بالذكر. فكجزء من الاستراتيجيه دي التنميه المحليه بدات تعيد هيكله استثماراتها علشان تدي وزن اكبر لمحافظات الصعيد. يمكن على مدار السبع سنين اللي فاتت التنميه المحليه من خلال ادواتها الاستثماريه وادواتها التمويليه ضخت ما يقرب من 54 مليار جنيه في محافظات الصعيد، وده تقريبا ست اضعاف الرقم اللي كان بيضخ قبل كده. الاستثمارات دي الحقيقه غطت مجالات كثيره جدا. اولا طبعا مجالات الخطه الاستثماريه التقليديه، مشروعات الطرق ومشروعات الكهرباء العامه، مشروعات دعم الوحدات المحليه. هو احنا شايفين كل يعني الشغل في كل القطاعات بالتوازي بصراحه. صحيح صحيح. وكمان وزارة التنمية المحلية خلال الفترة اللي فاتت يعني كانت بتشرف على واحد من أهم البرامج التنموية اللي بتستهدف بناء نموذج للتنمية المتكاملة في محافظات بالكامل، وهو برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. ده كان بيهدف إلى يعني خلق نموذج لمحافظة قادرة على المنافسة، تمكين المحافظات من إدارة التنمية الاقتصادية وقيادة عملية التنمية الاقتصادية وقيادة عملية تقديم خدمات بنية أساسية عالية الجودة، استثمار في العنصر البشري وتدريب وتأهيل وإعادة هيكلة وحدات وكوادر الإدارة المحلية. يعني المنصات التمويلية كمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتدار من خلال وزارة التنمية المحلية، سواء برنامج مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو صندوق التنمية المحلية لدعم المشروعات التنمية الصغر، ضخ خلال الفترة اللي فاتت ما يقرب من 10.5 مليار جنيه في الصعيد.
هم تقريبا كم مشروع اللي اتعملوا لتنمية الصعيد؟ لو بنتكلم طبعا على مشروعات البنية الأساسية، احنا بنتكلم على مشروعات بالآلاف الحقيقة. يعني برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لوحده بنتكلم على أكثر من 4000 مشروع. برامج الخطة الاستثمارية بنتكلم على يعني عدد كبير من المشروعات، ربما يقترب من 10000 مشروع. المشروعات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهي الصغر، المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية أو المدرة للدخل، بنتكلم على ما يقرب يعني من 300,000 مشروع. بنتكلم على أعداد ضخمة جدا من المشاريع، خلقت يعني آلاف فرص العمل، وفرت فرص عمل سواء أثناء مرحلة الإنشاء للعمالة المؤقتة أو فرص عمل مستدامة، فرص للشركات الصغيرة. عندنا ما يقرب من 3500 شركة اشتغلت في تنفيذ هذه المشروعات، فحالة رواج اقتصادي كبيرة كمان نتجت عن هذه الاستثمارات. طيب أنا عايزة أسلط الضوء على برضو حاجة مهمة، على حياة كريمة. حياة كريمة إزاي يعني غيرت شكل الصعيد والريف يعني تحديدا يا دكتور؟ طبعا حياة كريمة احنا نفذنا مرحلة تمهيدية كانت بتستهدف أفقر 375 قرية في مصر، منهم 340 قرية في الصعيد. 90% من القرى في الصعيد يمكن أنفقنا ما يقرب من 5.5 مليار جنيه، عملت تغيير شامل في مستوى خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ساهمت في تحسين مؤشرات جودة الحياة بصورة كبيرة جدا في كل القرى اللي تم استهدافها. المرحلة الجديدة اللي وجه بها السيد الرئيس برنامج شامل لتطوير الريف المصري، احنا بنستهدف في المرحلة الحالية فقط 34 مركز إداري من محافظات الصعيد. بنستهدف 52 مركز على مستوى الجمهورية، منهم 34 في الصعيد، يعني أكثر من 60% من يعني الصعيد النصيب الأكبر أو نصيب الأسد زي ما بيقولوا. بالضبط بالضبط. 13.5 مليون مواطن هيستفيدوا من المرحلة دي، في 30/6 إن شاء الله تكون حياتهم اتغيرت تماما. طيب في حاجة مهمة برضو في حياة كريمة عملتها، وفرت فرص عمل الحقيقة يعني لناس كتير جدا في القرى والصعيد. فعايز أعرف إيه يعني اللي نجح، وإزاي نجحت حياة كريمة في إنها توفر هذه الفرص لأهلنا؟ يعني فرص العمل بتتوفر من خلال مسارين مهمين. المسار الأول خلق طلب على العمالة المؤقتة، المشروعات الإنشائية اللي بتضخ بتنفذ من خلال شركات مقاولات، وبتطلب يعني عمالة كثيرة جدا، مئات الآلاف من فرص العمل المؤقتة. الأجور اللي بياخدوها بتضخ في يعني الاقتصاد المحلي، بتعمل حركة الاقتصاد المحلي، بتخلق طلب بقى على منتجات المصانع، وبتحرك وبتعمل طلب على خطوط، يعني تدفع المصانع إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة. في نفس الوقت وعلى التوازي كمان، فرص عمل دائمة بيتم خلقها من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توجيه وتركيز من جهات التمويل الميسر سواء في البنوك، سواء في جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، برنامج مشروع، جمعيات التمويل المتناهية الصغر، انها تضخ تمويل في القرى المستهدفة ومبادرة حياة كريمة، وده بيساعد كمان على خلق فرص عمل. دعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية والقرى اللي عندها ميزة تنافسية، ازاي نحول الميزات التنافسية دي إلى فرص عمل مستدامة، كل ده بيتم في إطار مبادرة حياة كريمة وبيساهم في خلق المزيد من فرص العمل. أنا بشكرك جدا دكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، على كل المعلومات اللي أفدتنا بيها. طيب هيكون معايا دلوقتي سيادة اللواء المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبرحب بحضرتك في 90 دقيقة. برحب بحضرتك، أهلا بيك يا فندم. تريليون جنيه سيادة اللواء بنصرفهم أو صرفناهم في إيه تحديدا؟ في مشاريع كثيرة حضرتك، مشاريع كثيرة. أهمها إيه المشاريع دي اللي قامت بيها الدولة الفترة اللي فاتت في الصعيد؟ أهم هذه المشروعات هي مشروعات البنية الأساسية والطرق والمحاور على نهر النيل. الطرق هي مفاتيح التنمية ومفاتيح نجاح مشروعات التنمية وربط الأماكن المبتلة أو المكتسة بالسكان من شرق إلى المشروعات التنموية اللي موجودة في غرب.
هذه الطرق أحدثت طفرة كبيرة لأهالينا في الصعيد وساعدت في نجاح المشروعات التنموية وسهلت أمور كثيرة لمواطني الصعيد. طيب بالنسبة لمجال الزراعة والصناعة كان إيه أهم المشروعات؟ إحنا طبعا بالنسبة لهيئة تنمية الصعيد إحنا بننفذ مشروعات في زراعية في أو المحور الزراعي، سواء كان في جنوب الوادي في محافظة أسوان أو في محافظة البحر الأحمر بالزراعات الزيتية وهي نباتات الجوجوبا اللي بنقيم عليها قيمة مضافة وبينتج منها صناعات متعددة مثل صناعة الزيوت اللي تستخدم في المحركات أو صناعة الكاوتشو. في وادي النيل لنا زراعات العطرية والطبية وتقام عليها صناعات قيمة مضافة. احنا توجيهات فخامة الرئيس ان الخامة لا تنقل ولكن تقام عليها صناعات تقيم عليها قيمة مضافة وتعظيم القيمة المضافة. ازاي ده بقى يعني كله هيعود على المواطن؟ عايزين نعرف في الصعيد بايه حضرتك. احنا من اهم التحديات اللي قابلتنا واحنا بنعمل الزيارات الميدانية عشان نخطط على المشروعات التنموية كانت عدم توفر عمل، عدم توفر فرص عمل، هجرة شباب وأبنائنا من محافظات الصعيد إلى المحافظات الأخرى والمحافظات الوجه البحري، فجوات تنموية ما بين المحافظات. هذه المشروعات بتهدف إلى توفير فرص عمل، بتمنع الهجرة، توفر مجتمعات جديدة، مجتمعات زراعية ومجتمعات صناعية وشبابنا وأبنائنا. سابقا ما كانش بيلاقي فرصة عمل فكان بيلجأ إن هو يهاجر، لكن دلوقتي بقى في مشروع مشروع قريب من مكان إقامته، مشروع في طريق بيسهل له الانتقال، في طريق بيسهل له انتقال وتسويق المنتج. كل هذه المشروعات بتهدف إلى توفير حياة كريمة وتوفير حياة آمنة وجودة الحياة للمواطنين الصعيد. طيب عايزين نعرف إيه أهمها بقى المشروعات دي؟ أنا زي ما ذكرت لحضرتك هيئة التنمية الصعيد بتعمل في 6 محاور رئيسية، محور زراعي ذكرت لحضرتك زراعات الجوجوبا في البحر الأحمر مدينة الغردقة، في مشروع كبير بالتعاون مع وزارة الزراعة وهو تطوير زراعة قصب السكر في كومومو في محافظة أسوان، زراعات في محافظة الفيوم وفي محافظة المنيا، بالإضافة إلى تنمية الثروة الداجنة بتأهيل مزارع الدواجن اللي موجود في الفيوم والمنيا، بالإضافة إن احنا منذ أسابيع قليلة وضعنا حجر الأساس لمشروع كبير في محافظة أسوان، مشروع مزارع دواجن، ده هيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة لتوفير سلع مناسبة لأهالينا في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة. لو بنحلم يعني بسنة 2030 ممكن نقول صعيد مصر هيكون شكله إيه في الوقت ده؟ صعيد مصر هيبقى القوة الدافعة للاقتصاد المصري والقوة الدافعة للتنمية المصرية. طيب أنا بشكرك جدا مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللي شفنا معاه صورة كاملة عن اللي بيحصل في تنمية الصعيد. ومشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.
تمضي قدما في مسارات التنمية المستدامة لتحسين أحوال مواطنيها في شتى المجالات، وفي القلب منها صعيد مصر. وتولي الدولة اهتماما بالغا بتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات لتعظيم ما يملكه صعيد مصر من مقومات وموارد في شتى المجالات لخلق الفرص الاستثمارية وفرص عمل تخدم أهل الصعيد، ولتحقيق نهضة شاملة ومستدامة للجمهورية الجديدة مستعينة بشعبها وقدرته على صنع المعجزات. أبنائي أبناء الجنوب الطيب، أدرك إدراكا عميقا حجم معاناتكم على مدار عقود من مشكلات متراكمة، وانطلاقا من هذه الرؤية الواضحة نحو ضرورة أن يكون للصعيد رقم صحيح في معادلة التنمية الشاملة، فقد كانت توجيهاتي واضحة للحكومة وكافة أجهزة الدولة نحو المضي قدما في مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد. وكان للطاقة وأحد روافدها وزارة البترول دور حيوي في امتلاك مقومات القوة من خلال جهد دؤوب تقوم به في تعاون مع كافة مؤسسات الدولة، والتي سارت بخطوات مدروسة لتنفيذ العديد من الإجراءات، والتي أثمرت عن اكتشافات بترولية جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي. إن شاء الله نفتتح خلال الشهور القليلة القادمة باقة المشروعات اللي أعلن عنها في أسيوط وفي ده، عشان كده مفيش يعني المشاكل الاختناقات اللي كانت موجودة اتراجعت، ما تراجعتش بالصدفة. وهنا في قلب الصعيد، حيث المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد، وداخل المجمع المتكامل لشركات البترول بأسيوط الذي يضم شركات أسيوط للتكرير، بتروجاز، التعاون للبترول، النيل للبترول، أنابيب البترول، السهام، هذا المجمع يشهد تطويرا وتحديثا غير مسبوق ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يعطي العمل البترولي دفعات قوية للانطلاق وتحقيق الأهداف. ونحن اليوم معا في إحدى ثمار تلك الاستراتيجية، مجمع إنتاج البنزين. أحد المشروعات الحيوية لتأمين إصدارات الوقود للصعيد لخدمة الاستهلاك المحلي ومشروعات التنمية، بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة. فالمجمع الجديد تبلغ استثماراته أكثر من 7 مليار جنيه مصري. ويعمل على تعظيم القيمة المضافة من النفط الثقيلة والمنتجة بمصفات تكرير أسيوط لتحويلها إلى بنزين عالي الجودة بأحدث التقنيات. ويضيف المجمع الجديد للإنتاج المحلي 800,000 طن سنويا من البنزين، ويوفر ذلك جانبا كبيرا من فاتورة الاستيراد وتوفير النمو المستدام وفرص العمل لشباب الصعيد. هذا الصرح تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية من شركتي إنبي وبتروجيت. ولأن التكامل عنوان المرحلة واستكمالا لدور وزارة الإسكان في مجال إنشاء محطات المياه والمعالجة على مستوى الجمهورية، والتي كان للصعيد فيها حظ وافر، ففي محافظة الفيوم تم إنشاء محطة معالجة بمنطقة أبو شنب بطاقة تصل إلى 6,000 متر مكعب في اليوم. وفي بني سويف تم إنشاء محطة معالجة بمنطقة أبو صير بطاقة 12,000 متر مكعب في اليوم.
هكذا توسعت محطة معالجة بمنطقة طنسا بطاقة تصل إلى 3000 متر مكعب في اليوم، وتوسعت محطة تنقية مياه الشرب في منطقة الوسطى بطاقة 6000 متر مكعب في اليوم. وفي محافظة المنيا تم إنشاء محطتين لتنقية مياه الشرب، الأولى في منطقة أبو قرقاص بطاقة تصل إلى 204000 متر مكعب في اليوم، وبمدينة المنيا الجديدة محطة مياه بطاقة 250000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن إنشاء محطة معالجة بمنطقة العدوى بطاقة 18000 متر مكعب في اليوم. ننتقل إلى محافظة أسيوط، حيث تم إنشاء محطة مياه ديروت بطاقة 36000 متر مكعب في اليوم. ووصولا إلى محافظة قنا، حيث تم الانتهاء من محطة مياه فرشوط بطاقة 34000 متر مكعب في اليوم. ومحطة مياه دشنة بطاقة تصل إلى 68000 متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بمحطة المياه بمدينة قنا الجديدة. ولأن الصحة تاج على رؤوس المصريين، كثفت الدولة جهودها في مجال الرعاية الصحية وأنشأت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات الصحية ومشروعات التأمين الصحي الشامل والذي استفاد منه أهلنا في الصعيد. واليوم نكمل المسيرة بافتتاح العديد من الصروح الطبية في مدن ومراكز الصعيد، ومنها مستشفى صملوط التخصصي والتي تضم 125 سريرا، ومستشفى ملاوي التخصصي بطاقة تصل إلى 147 سريرا، ومستشفى دير مواس التخصصي والتي تضم 131 سريرا. مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد بالأقصر، ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، وتم إنشاؤهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج والتي تم تطويرها وفقا لأحدث النظم الطبية، وتضم المستشفيات العديد من الأقسام والعيادات التخصصية وغرف العمليات والحضانات وأسرة الغسيل الكلوي. وأسهمت وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية طب أسنان جامعة أسيوط، والتي تضم عددا من العيادات وأقسام الأشعة وغرف العمليات، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنيا، والتي تضم 206 سرير، فضلاً عن غرف للعمليات الكبرى. مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر بطاقة 120 سريراً. مشروعات تنموية ونقلة حضرية في صعيد مصر. قلبها النابض بالعطاء لتظل دائما ركيزة من ركائز جمهوريتنا الجديدة، تليق بأمة مصرية أبية. شعارها الدائم مشاهدينا، عدنا إليكم مرة تانية، وعايزة أقول حقيقة يعني أنا وقفت قدام تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لما قال اللي خلص مش بشوفه، أنا بشوف اللي ناقص، ده الواجب اللي عليا وعلينا، مش هفرح إلا لما كل الشغل يخلص
مدارس ومستشفيات، وبعدين دخل المواطن يوصل 10 و20 ألف جنيه في الشهر، يمكن ساعتها أكون مرضي. بالمناسبة اللي خلص ما بشوفوش، اللي خلص ايه ما بشوفوش، انا بشوف اللي ناقص. طب ليه؟ لان ده الواجب اللي عليا او اللي علينا يا دكتور مصطفى. فانا مش هفرح ابدا غير ان قدرتوا تخلصوا كل شيء ان شاء الله، كل شيء ان شاء الله، مدارس ومستشفيات، وبعدين تخلوا المواطن دخله يصل ل 10,000 و 20,000 في الشهر، يمكن ساعتها ابقى مرضي. يعني انا واثقه جدا في كلام السيد الرئيس، ومتاكده ان اليوم ده يعني هيجي وقريب جدا. وخلوني كمان اسال ضيفي الكاتب الصحفي احمد ايوب، رئيس تحرير مجله المصور. مساء الخير يا فندم، واهلا بك في 90 دقيقه استاذ احمد. اهلا بك استاذ احمد، اهلا بك شريك كرام. اهلا وسهلا. دوله بتدور على رفاهيه المواطن، يعني مش عارفه هل نقدر نشوف ده فين في حياتنا؟ نشوفه حاجات كتير قوي، لكن قبل ما اتكلم ازاي نشوفه لازم اشكرك على المقدمه الرائعه اللي انت قدرتي فيها تقدمي صوره اللي حصل النهارده، تقدمي صوره لمصر كدوله قويه، مصر بتتبني، مصر الدوله الثابته المستقره اللي بتمتلك القدره والقوه، وبالتالي تقدر تعمل كل حاجه. جمهورية جديدة يعني. استاذة بسمة مش مجاملة، احنا عايزين الإعلام اللي يحط قدام المواطن الصورة، اللي يترجم اللي بيحصل على الأرض، وده اللي حضرتك عملتيه في المقدمة وفي تناولك لكثير من القضايا. ده واجب علينا. وصورة الحقيقة احنا بنقدم الصورة اللي على أرض الواقع، مش حاجة لسه بتترسم ومش بتتنفذ، وده اللي لازم نوصله. النهاردة بس لما قال احنا عايزين نوعي، عايزين نبقى واعيين بالفكرة. هو الرئيس بيجي يتكلم في كل مناسبة، لكن كمان دورنا احنا كإعلام زي ما حضرتك بتعملي كده ان نقدم للناس ونشرح للناس ايه اللي بيحصل في بلدهم. هي البلد دي كان حد متوقع انها في 7 سنين تتحول بهذا الشكل؟ هي البلد دي كان حد متوقع انها من فوضى او شبه فوضى تتحول الى بناء نتباهى به والعالم كله بينظر ليه، والعالم كله بيتكلم عن اخذ تجربة مصر كتجربة ناجحة يكرروها؟ لا طبعا. طب ده حصل ازاي؟ نتيجه ان في جهد، ان في اراده سياسيه، ان في عزيمه، ان في رئيس باصص على المواطن، ايه اللي يحقق مصلحه المواطن؟ اللي يوصل للمواطن لمستوى معيشه كل الناس كانت بتحلم بيه بس مش عارفه توصل له. هو ده رئيس قاعد قدامه خريطه مصر باصص عليها حته حته، باصص على كل مواطن. مين في مين رئيس راح يتكلم على الصعيد ويقعد في الصعيد ويتجول في الصعيد لمده اسبوع ويقعد اسبوع وكل تفصيله وكل مشروع ايه في ايه؟ لا في بلد بتتبني، في دوله، والاهم في رئيس صريح، بمعنى ما بيجاملش، ما بيبحث عن شعبيه، ما بيبحث عن مزايده، ما بيبحث عن شو سياسي، لا بيبحث عن مصلحه مواطن ايا كانت تكلفه هذه المصلحه، ولا يقبل المزايده من احد، وكلامه واضح وصريح. وبالتالي كل ما بيتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن قلب المصريين. ليه؟ لانهم بيجدوا امامهم رئيس بيتكلم بمعلومه، بيتكلم من قلبه، من غير تكلف، من غير مزايده، من غير ما يضخم حاجه مش محتاجه تضخيم، ولا يهون من حاجه مش محتاجه تهويم. بمناسبه التكلفه يا استاذ احمد، شايف ازاي التريليون جنيه اللي اتصرف على تنميه الصعيد؟ دي بدايه، ودايما بنتكلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التريليون دي معناها ايه؟ معناها يعني معلش يا استاذ احمد، يعني تريليون جنيه اتصرفت في 7 سنين ده بدايه؟ مع الرئيس السيسي لازم نقول بدايه. ليه؟ لانه لا يتوقف عن البناء، وكل ما الصعيد هيحتاج حاجه هيزود التكلفه، وكل ما الصعيد هيحتاج حاجه هيزود الاعتمادات. هو لا يقف عند فكره الاعتمادات والفلوس دي يا استاذ بسمه عند الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي وسيله لتحقيق هدف او غايه، هو البناء، هو تحقيق رفاهيه المواطن. تريليون جنيه دي ضخم، رقم ضخم لم يحدث في تاريخ الصعيد. زي ما قال الرئيس كنت كل سنه كام؟ 30 مليون مليار، يعني في 30 سنه كان 900 مليار، بتتكلمي في 7 سنين واحد من 10 تريليون جنيه. ده معنى ايه؟ ان هناك قناعه وعقيده لدى هذا الرئيس والقيادة السياسية أن الصعيد يحتاج أن نمد إليه يد التنمية ويد الدعم
ويد البناء من جديد، وان الصعيد يستحق وان اهل الصعيد يستحقوا. وبالتالي عشان لما اقول لك بدايه، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتكر مع بعض استاذ بسمه اتكلم في البدايه عن ان حياه كريمه هيتكلف حوالي 550 مليار او جنيه، واحنا قلنا وقتها ولو احتاج اكتر الرئيس مش هيتردد. النهارده قرار حياه كريمه وصل لكام؟ ل 700 مليار، ولو احتاج اكتر الرئيس مش هيتردد، لانه مش واقف عند الفلوس، واقف عند البناء، واقف عند رفاهيه المواطن. هو ده اللي احنا الجزء من ثقتنا في الرئيس انه يقف ابدا عن بناء المشروعات وبناء الانسان يا استاذ احمد. بالضبط هو ده، ما هي رفاهيه الانسان بكل ما تعنيه هذه الكلمه، رفاهيته من خلال بناء مشروعات، من خلال تنميه، من خلال خدمات، من خلال بنيه اساسيه، من خلال توفير فرص عمل، من خلال رعايه صحيه، من خلال تطوير تعليم، من خلال حياه كريمه. حياه كريمه اللي بتغير شكل مصر، بتغير شكل الدوله المصريه. منين بتغيرها؟ منين؟ كنا زمان بنتكلم تغيرها من القاهره، من المركز، من العاصمه. النهارده بتغيرها من النجع. طيب من استاذ احمد، قول لي بقى، يعني باللي احنا بنقوله ده والاهتمام، وانه غلاف مجله المصور كان ايه النهارده، او العنوان كان ايه؟ بدعم رئاسي. منشطتك كان ايه؟ بدعم رئاسي دائم، خطه التريليون جنيه لتنميه الصعيد. لانه مين في من دوله بتتكلم على 8 او 9 محافظات او 12 محافظه بيتصرف عليها تريليون جنيه، ولسه بدري ولسه اللي جاي اكتر. طب معلش يا استاذ احمد، عايز اسالك سؤال شخصي يعني. اتفضل. حضرتك من محافظه ايه؟ المنيا يا فندم. ايه الفرق بين المنيا السنه دي ومن 7 سنين؟ لا، قبل 7 سنين كان انا واهلي كلنا في الصعيد حاسين ان احنا بعيدين عن اهتمام الدوله، ان الدوله تنظر الينا ان احنا جزء مش مهم يتم تنميته، وان المواطن الصعيدي عبء على الدوله المصريه، وانه بيجي يعمل زحمه في القاهره، وانه بيجي بيعمل المناطق العشوائيه. النهارده انا واهلي في الصعيد واهل الصعيد كلنا بنقول لا، احنا جزء اساسي من الدوله المصريه، الدوله حطانا في اولوياتها. النهارده عندنا طرق، عندنا محاور على النيل ما كانتش بتحصل، عندنا تطوير في الطرق، طريق مصر اسيوط الغربي، طريق الشرقي، وعندنا طرق في كل مكان، عندنا مشروعات، عندنا مدن صناعيه بتحصل، عندنا مشروع لتكرير البترول في اسيوط، عندنا النهارده الرئيس افتتح كام؟ افتتح حوالي 12 مشروع. طب ما تقول لي بعض الشهادات كده يا استاذ احمد، يعني اهالينا البسطاء كده في المنيا بيقولوا ايه؟ يعني انا عايز اعرف. والله انا نفسي اروح واخد كاميرا واروح اسوان واروح هنا والاقصر، بس حاب اعرف، اكيد حضرتك مختلط بيهم وبتروح بلدك، فايه بيقولوا ايه؟ هقول لك بكل صدق والله، واخر زياره ليا للقاهره وانا قاعد مع الناس، الفكره التغير في ثقافه الكلام نفسه، ان كل ما اقول حاجه لك السيسي مش هيسيب حاجه غير لما يعملها. الحياه كريمه ده دخل القريه وعمل بيوتنا، ربنا يكرمه، والله دي بسمعها من ناس بسطاء. على فكره في مشروعات تانية ممكن ما بتتكلمش عنها كتير، زي مثلا تكافل وكرامه. حد فينا بيتكلم عنه كتير؟ تخيل ده عمل ايه مع الطبقه معدومه الدخل؟ ازاي تسطري اسره بانك تعمل لها مبلغ شهري تسطريها بيه وما تمدش ايديها لحد؟ حد اتكلم عن ده؟ حد اتكلم عن الرعايه الصحيه و100 مليون صحة. حلو مصطلح الستر يا استاذ احمد، عجبني جدا. طبعا، لانه ما حدش كان واخد باله ان اللي بيمد ايده ده نفسه ما يمدش ايده. سيبك من المزايدين والنصابين، انا بتكلم بشكل عام، الفقير اللي في القرى وفي النجوع ما كانش نفسه يمد ايده، كان بس نفسه دوله تقف جنبه وتقول له انا مش هخليك يمد ايدك لحد، انا اللي همد لك ايدي وهقف جنبك عشان اسطرك وتحس. عشان كده المشروع اسمه كرامه. بالظبط، كرامه، تحس بالكرامه. تخيل بقى، انت عارفه الفلسفه ايه يا استاذه بس؟ فلسفه ان كل حاجه توصل للمواطن بكرامته وبستر. رعايتك الصحيه تجيلك بكرامتك، تعليمك يجيلك بكرامتك، طرقك تتعمل لك بكرامه، مصروفك او اللي قصدك تموينك يوصل لك بكرامه، البطاقه التموينيه للي يستحقها توصل له بكرامه. كل ده فكره الكرامه، فكره الانسانيه، انك انت تحسي بانسانيه. طب انا عايز اعرف عند مصطلح حياه كريمه يا استاذ احمد، طبعا. يعني ده اسم مبادره مهمه طبعا جدا. طبعا. ازاي يعني مبادرة حياة كريمة بتحقق حياة كريمة فعلا ازاي؟ لانك انت لما تيجي تبص، اولا هي ايه حياة كريمة؟ حياة كريمة انها بتغير شكل القرية، بتغير خدمات القرية،
والبنيه الاساسيه اللي موجوده في القريه، مين اللي بيستفيد من ده كله؟ المواطن. بمعنى ايه؟ القرى ما كانش فيها طرق، ولكن فيها صرف صحي، ولا كان فيها ميه، ولا كان فيها كهرباء، كان فيها مدرسه كثافه الفصل فيها ممكن توصل ل 70 و80 طالب، كان فيها وحده صحيه لو لقيتي فيها بس اسبرين يبقى الحمد لله. النهارده القرى بتتغير ليه؟ لانك بتضمني لاهل القرى دول ان يعيشوا زيهم زي بتوع البندر، هستخدم كلمه بندر بتاع زمان، زي اهل البندر، زي اهل المدينه، عنده مستشفى طالب بيه يلاقي فيها علاج مناسب، يلاقي فيها طبيب مؤهل، عنده مدرسه من غير ما يبقوا قاعدين على الارض، عنده طرق ماشي فيها كويس من غير ما يتكعبل في مطب ولا وطرق ومش طرق ترابيه، عنده وسائل مواصلات محترمه، عنده كل الخدمات، عنده فرصه عمل، بيشتغل في وسط ولاده واهله. ايه بينتج له فرصه عمل؟ هو النهارده البناء اللي بيحصل ده مش ده بيشغل اولادنا؟ مش في حوالي 5 مليون شاب مصري كانوا قاعدين على القهاوي اشتغلوا؟ مش في شركات خاصه كانت ما بتشتغلش اشتغلت وخدت 1.1 تريليون جنيه نتيجه شغلها؟ اللي البعض بيزايد بيقول لك الدوله بتزحمنا، لا ما بتزحمكش، ده انت اللي ناكر للجميل، ده انت اللي القطاع الخاص شريك اساسي زي ما قال سياده الرئيس. القطاع الخاص الوطني شريك اساسي، القطاع الخاص اللي ما بيزايدش شريك اساسي، القطاع الوطني الخاص اللي واقف جنب دولته هو ده الشريك الاساسي، اما المزايد، اما الطماع، اما اللي بيحاول يبتز، لا، روح شوف لك مكان تاني، لان المصريين بقوا فاهمين، ما بقاش في فرصه انك انت تخدع المصريين. ده كل ده يا استاذه بس. عشان كده سياده الرئيس وجه رسائل شديده اللهجه في هذا الموضوع. بالظبط، ولازم لازم الناس تبقى واخده بالها. وده دور الاعلام الوطني اللي زي حضرتك وزي زملائنا الموجودين في بعض القنوات المصريه الوطنيه، ان احنا نقول للناس ده بيحصل ليه؟ عشانك انت، مش عشان حد تاني، عشانك انت يا مواطن يا بسيط. افقر مواطن في مصر النهارده، افقر مواطن في مصر النهارده هو اهم مواطن عند الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاني، افقر مواطن في ابعد نجع، في ابعد قريه في حدود مصر، هو مواطن رقم واحد عند رئيس السيسي في الاولويه، وعايز يعمل كل حاجه. هو في رئيس يقول ما ارتاحش مش هرتاح لما دخل المواطن يبقى من 10 ل 20 الف جنيه؟ طب ما يقول لك يبقى دخله. شفت ازاي التصريح ده او الرساله دي؟ طمني ان في حد حاسس بالمصري، رئيس حاسس بالمواطن المصري. طمني ان في رئيس بيعمل وبيتكلم، لان اللي اتعودت منه على مدى السبع سنوات انه ما قالش حاجه اللي هو قادر يعملها. فطمني ان في شغل شغال عشان نوصل لهذا الهدف. طمني ان في مشروعات بتتعمل ولسه ما سمعناش عنها، لانه ما بيحبش يتكلم غير عن المشروعات اللي انجزت. طمني ان رئيس باصص على الشباب وعارف ان ده المستوى المعيشي اللي يليق بالمصريين، مش بيقول لهم احمدوا ربنا، لا، الرئيس ما بيقولش احمدوا، طبعا كلنا بنحمد ربنا، لكن ما بيقولش احمدوا ربنا على اللي احنا عملناه، لا، بيقول ده اللي عملته ده خطوه في 1000 خطوه، لسه هكمل، انا ما عملتلكمش حاجه، كل اللي عمله ده ما عملش حاجه، هو بيقول كده. بقول لك انا ما عملتلوش حاجه، لسه هعمل تاني وثالث ورابع وعاشر على قد ما اقدر، لان لسه حلم مصر اللي عايزه اللي نفسه يتحقق لسه ما شفتوش قدامي. سياده الرئيس قال انا ما بشوفش اللي تم انجازه. انا بشوف اللي ناقص اللي لسه. ايوه هو ده. ده امتى ده بيحصل ده؟ ده معناه ايه يا استاذه بسمه؟ انه رئيس عنده قناعه ان المصريين يستحقوا اكتر وهيعمل لهم اكتر. النهارده مشروعات في الصحه، مشروعات في التعليم، مشروعات في الكوره، مشروعات في الصرف الصحي، مشروعات في كل حاجه، مشروعات كبرى وعظيمه بتشغل ناس، بتفتح فرص استثماريه، بتقول للعالم مصر اتغيرت، تعالوا اشتغلوا في مصر، تعالوا استثمروا في مصر عشان تشغلوا ناس، بيفتح كل الابواب. ده يا استاذه بس ما اقدر اقول لك النهارده يوم من الايام اللي بيستعيد فيها الصعيد الامل في المستقبل، ان رئيس يروح ويتكلم بهذا الشكل، وانا مش بجامل بالمناسبه. ليه؟ لان الصوره مش ولسه مجددة. عندنا اسبوع افراح كمان يا استاذ احمد عشان تبشر الناس. ما هو عشان كده بقول لك، هو في حد في رئيس عمل اسبوع للصعيد؟ محدش عمل ده، محدش راح، مفيش رئيس راح الصعيد يقعد فيه يلف في كراه ويلف. وخلي بالك احنا الجزء اللي بنشوفه على الشاشه ده اللي هو العادات الرسميه، لكن في الوقت الثاني الرئيس بيتحرك. حد كان عارف ان الرئيس هيروح لاهلنا في اسوان اللي تضرروا من السيول ويقعد معاهم في ساحه البيوت ويتكلم معاهم ويتكلم عنهم؟ النهارده اختي اللي كانت بتكلمني قالت لي كذا وانا قلت لها كذا. انت بتتكلم عن انسان مش رئيس. رئيس عايش وسط الناس وبيتعامل بانسانيه. هو ده اللي احنا لازم واخدين بالنا منه، هو ده اللي احنا لازم نبقى عارفين احنا شغالين، احنا مين بيديرنا دلوقتي؟ مين بيحكم بلدنا دلوقتي؟ واحد
بيحب البلد، نفسه يعمل حاجة للبلد. أنا بتكلم النهاردة معاكي بمنطق إنساني. عايزك تشاركني برضو فرحة تانية يا أستاذ أحمد، من الواضح أن النهاردة يوم كله أفراح. النهاردة النادي الأهلي فاز ببطولة السوبر الأفريقي. عايز أقول الله بس مليون مبروك لكل الأهلاوية والمصر كلها. على فكرة حتى المباراة اللي احنا بنتفرج عليها والأهلي يفوز، كل فرحة تدخل على قلب المصريين والله العظيم بتغير المود. عالم مصر بيترفع في كل حتة دلوقتي. النهاردة ده مش الرئيس الصعيدي يا استاذه بسمه النهارده؟ ايوه والله اهل القرية اهل القاهره فرحانين ان الصعيد بقى موجود والرئيس رايح يفتتح مشروعات في الصعيد، وانا كنت مع ناس من القاهره النهارده مبسوطين قوي لانه جزرنا معظمها يعني وكلها تعتبر من الصعيد. بالضبط. ما تتخيل انا من بني سويف من اول الخط، جيراننا هم فرحانين باللي بيحصل. ما تتخيليش مثلا يوم ما كان الرئيس وسط اخواتنا من ذوي الهمم قد ايه البيوت المصريه كانت عايشه اللحظه دي معاه وكانهم موجودين معاه وفرحانين باللي بيعملوا مع اخواتنا دول. قد ايه كل بناء بيتبني، كل مشروع بيتم، كل فرصه عمل بتتاح بتدخل فرحه على بيت من البيوت المصريه. ده حاجه مستاهله. اللي يفرح مصر ده عايز يشتغل او عايز يتعالج او عايز يتعلم او عايز حد يطبطب عليه. فكره جبر الخواطر هو دي اللي شغاله دلوقتي في مصر. جبر الخواطر ده انت بتجبر بخاطر بلد انك بتعمل لها مشروعات كانت محرومه منها، تجبر بخاطر 12 محافظه بيمثلوا تقريبا 40% من المصريين، بتعمل لهم مشروعات ما كانوش مستنيينها، ما كانوش متوقعين انها تحصل لهم، بتعمل لهم كل ده ليه؟ لانك عندك قناعه ان المواطن المصري يستحق ما هو اكثر واكثر واكثر، ومع الرئيس ان شاء الله هنشوف الكتير اللي جاي، وانا واثق وثقتي دي عن يقين بان احنا الفتره اللي جايه هنشوف مشروعات اكثر واكثر، والصعيد هيتغير شكله. زي ما مصر كلها تغير شكلها ان شاء الله. ان شاء الله ونفرح كلنا مع بعض. بشكرك جدا كاتب الصحفي احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور. هي دي 30 يونيو، هي دي الجمهوريه الجديده، وهي دي تحيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهالينا في الصعيد. التحيه والتقدير لاهالينا بصفه خاصه في الصعيد، وايضا لكل المصريين. والنهاردة احنا يمكن ده يوم من مجموعة ايام احنا قلنا ان احنا هنخصصهم لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد. يعني احنا بنتكلم على مشروعات هيتم افتتاحها النهاردة او تم افتتاحها النهاردة، ومشروعات هيتم الاعلان عنها وافتتاحها ايضا خلال الثلاث اربع ايام اللي جاي في اطار زي ما اعلن كده هو اسبوع الصعيد. وده بيعكس اهتمام الدولة وحرصها على ان هي تتجاوز كل المشاكل والصعاب والتحديات اللي كانت موجودة في الجمهورية بصفة عامة وفي الصعيد بصفة خاصة، لانه زي ما تم العرض النهاردة والدكتور مصطفى اتكلم فيه، كانت يعني نصيب الصعيد من التنمية يمكن كان يكون أقل من باقي محافظات الجمهورية، وبالتالي كان حجم النقص حجم العجز اللي موجود في الصعيد أكتر شوي. احنا باللي بنعمله هنا بنحاول نخلي الدولة كلها تقريبا على خط واحد أو على نسق واحد، ما يبقاش في منطقة بتتفوق على منطقة أو محافظة بتتفوق على منطقة تانية بكل القطاعات. ويمكن اللي هيكمل ده هو زي ما أعلن كده موضوع حياة كريمة، هيغطي كل المسائل. وزي ما شفنا في العرض بتاع وزير الإسكان وزير التعليم والصحة برضو ايه الجهود اللي بتتعمل في المجالات دي، وزي ما قلت ده في إطار الفكرة او إطار مشروعات الصعيد كلها اللي احنا هنفتتحها خلال هذا الأسبوع. انا عايز اقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا ان حجم الجهد اللي بيبذل، وانا لما قلته كذا مره قبل كده يعني ما كنتش ببالغ، بقول لكم اللي ما تم انجازه في السنين السبعه اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويله جدا من العمل والانفاق، مش بس ما فيش عمل من غير انفاق. احنا بنتكلم في ارقام ضخمه جدا تم ضخها في لصالح
مجابهة يعني عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. من بين أهم الملفات اللي اتعرضت النهاردة هو مشروع الإسكان الجديد اللي بتعمله الدولة والتجمعات السكنية اللي بتعملها علشان توفر للناس مسكن يكون لائق بيهم وبحياتهم. طيب خلونا ان احنا طبعا نفتخر بكل اللي بيحصل في قطاع الإسكان في الصعيد، ونسأل المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق. برحب بيك يا فندم في 90 دقيقة. خير يا فندم، أهلا وسهلا حضرتك. أهلا بيك يا باشمهندس. باشمهندس عايزة أقول، أو لما بنقول للمواطن ما تبنيش على أرض زراعية، طيب إيه البديل اللي وفرناه؟ يا فندم هو بعد إذن حضرتك أنت في المقدمة بس قلت معاون وزير إسكان المرافق، أنا مسؤول عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. طيب إيه أبرز مشروعات مياه الشرب اللي موجودة في الصعيد؟ بصراحة النهاردة شرفنا فخامة الرئيس بافتتاح 11 محطة مياه شرب وصرف صحي في محافظات الوجه الإبلي، منهم 3 مشروعات في محافظة المنيا، ومشروع في الفيوم، ومشروع في أسيوط، وثلاث مشروعات في إنا، وثلاث مشروعات في بني سويف. من أبرز هذه المشروعات يا فندم وأكبرها هو محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بطاقة 1.2 متر مكعب في اليوم على 204، اتكلفت 885 مليون جنيه. دي حضرتك هتخدم 500,000 نسمة في مركز أبو قرقاص والقرى التابعة ليه. من ضمن المحطات برضو الكبيرة اللي فخامة الرئيس افتتحها النهاردة أو محطة مياه ديروط بطاقة 86,000 في محافظة أسيوط، ومحطتين في محافظة إنا توسعات محطة مياه إنا بطاقة 34,000 على 68,000، ومحطة مياه فرشوب بطاقة 34,000، وباقي المشروعات محطات صرف صحي سنفتحها اليوم بإذن الله. طب إيه اللي انتهى من المشروعات دي يا باشمهندس؟ دي كلها انتهت يا فندم ودخلت الخدمه النهارده، افتتحت كل ده في الافتتاحات. كل ده في الافتتاحات النهارده يا فندم. طيب انما لو قلنا حضرتك احنا بس عايزين نوضح للناس انه المشروعات دي موجوده على ارض الواقع. اه يا فندم موجوده يا فندم، بدليل بس هنقول رقمين كده، دايما بنعمل مقارنه بين 2014 و 2021. في محافظات الصعيد يا فندم كانت نسبه التغطيه في الميه كانت 85%، يعني كان عندنا 15% من سكان محافظات الوجه الإبلي ما كانش عندهم مياه شرب نظيفة. قدرنا نرفع النسبة دي يا فندم في 2021 إلى 97.6%. النسبة المتبقية من مياه الشرب دي يا فندم دي جزء منها خارج الحيز العمراني سيتم التعامل معاه بعد نهو قانون التصالح، وجزء داخل الحيز العمراني أو متاخم الحيز العمراني سيتم خدمته مع مبادرة حياة كريمة للوصول بمياه الشرب إلى 100% من التغطية. بالنسبة لحضرتك للصرف الصحي يا فندم، وده التحدي الأكبر. طب باشمهندس طارق ممكن معلش تكلمنا طيب عن دوركم في حياة كريمة؟ طبعا احنا دور وزارة الإسكان مبادرة رئاسية في حياة كريمة، المرحلة الأولى حضرتك 52 مركز كان في توجيه من فخامة الرئيس بيتم تنفيذها عن طريق وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ما يخص وزارة الإسكان 25 مركز موزعين في 10 محافظات، كل القرى في الصرف الصحي الحمد لله استلمنا المواقع بتاعها، فيما عدا 16 موقع جانب تنسيق مع وزاره التنميه المحليه لاستلام هذه المواقع. كافه حضرتك المواقع اللي استلمناها بدانا التنفيذ فيها بنسب من 5% الى 80% واكثر. حضرتك زي ما قلنا دلوقتي في محافظات الوجه الابلي ان نسبه التغطيه وصلت 97.6%، نسبه التغطيه على مستوى الجمهوريه 98.5%. بس حضرتك عندنا اماكن من ضمن هذه الاماكن مغذيه بكميات غير كافيه، بدليل ان حضرتك بتلاقي في اماكن المياه بتيجي فيها 10 ساعات 12 ساعه في اليوم، باقي اليوم ما عندوش مياه، دي مناطق بنسميها مغذيه بكميات غير كافيه. المبادره حضرتك هتستعمل محطات مياه جديده، عندنا 36 محطه مياه جديده هننفذهم. والمرافق كمان ما تنساش يا باشمهندس انه كانت من اهم مشاكل المحافظات في الصعيد. اه طبعا يا فندم طبعا، بس كده بقول لسيادتك ان احنا يا فندم حتى ما تعاملناش مع النسبه المتبقيه في مياه الشرب بس، لا ده احنا حضرتك حطينا ايدينا على المشكله وقلنا ان عندنا حتى اهالينا اللي عنده مياه بعض منهم بيجي له ميه 10 ساعات 12 ساعه في اليوم، باقي اليوم ما عندوش ميه. عشان كده في المبادره هنعمل محطات مياه شرب جديده او توسعات للمحطات القائمه، هننفذ 36 محطه مياه شرب لتدعيم الخدمه داخل اهالينا.
ما نسيناش برضو حضرتك ان اطراف الشبكات اللي موجوده في القرى او في النجوع فعلا ما كانش عندهم شبكات مياه شرب يا فندم. مش هقول لحضرتك لا الميه بتوصل لهم ضعيفه، لا ما كانش عندهم شبكات لمياه الشرب. طيب ايه اهم المحطات وفي اي محافظات المشروعات يا فندم؟ احنا عندنا حضرتك يا فندم احنا بننفذ مشروعات متكامله. المحطات يا فندم عندنا محطتين في الاقصر، وعندنا محطه في المنيا، محطه مياه العدوه، وعندنا محطه مياه اشمون في المنوفيه. كل المسافه 30 محطه فندم موزعين على المحافظات ما بين الوجه الابلي والوجه البحري، وخصوصا في الوجه الابلي لان حضرتك زي ما قلنا ان نسبه التغطيه فيه كانت قليله، فاحنا بندعم الخدمه فيها عشان توصل ل 100% باذن الله. احنا بس عشان نوضح ده، يعني ده كله في المرحله الاولى ولا في حياه كريمه؟ لا يا فندم ده المرحله الاولى فقط يا فندم اللي هي بدانا فيها، وبرنامج الزمن بتاعها حتى عشان الناس تبقى عارفه ان في مراحل ثانيه. اه يا فندم احنا ده لحضرتك هتخلص في 30/6/2022. عندنا النهارده كان في توجيه من فخامه الرئيس بالبدء بحصر محطات المعالجه المطلوبه للمرحله الثانيه والثالثه مع بعض حتى يتم بدء التصميم فيها بالتزامن مع بدء المرحله الثانيه والثالثه باذن الله. ده حضرتك الوزاره شغاله فيه دلوقتي، بنحصر محطات المعالجه المطلوبه والاراضي المطلوبه ليها وحضرتك النهارده الموافقات بتاعها بحيث تبقى جاهزه، او نطلق المبادره في المرحله الثانيه اللي بتشتغل فيها مباشره، لان حضرتك اللي كان بيعطلنا دايما في الماضي هي محطات المعالجه. الشبكات والروافع ده بتاخد وقت قليل في التنفيذ، انما محطات المعالجه على ما اجيب ارض ومناسبه واخد تصاريحها وابدا اشتغل فيها بتكنولوجيا معينه، دي كانت بتاخد بعض من الوقت. عشان كده كان في توجيه من فخامه الرئيس نبدا بمحطات المعالجه قبل تنفيذ شبكات القرى، ونبدا في القرى متوازي معاها عشان يتم لهوهم مع بعض انهي المحطات المعالجه مع الشبكات والروافع في نفس الوقت. طب رد فعل المواطنين بقى كان ايه على كل هذه المشروعات؟ أنا أسيب سيادتك الرد يا فندم لجميع القنوات الفضائية والحكومية اللي نزلت صورت مع أهالينا. لا أنتوا على أرض الواقع يا فندم، يعني المواطن يعني بيقول لكم إيه يعني؟ بص يا فندم كافة المواطنين كانت المشكلة الأساسية حضرتك عندهم كانت هي الصرف الصحي، لأن أنت عارفة حضرتك إن عندنا 40% من سكان القرى فقط اللي كان عنده صرف صحي و60% ما عندوش، فكانت أهالينا يا فندم في الماضي رد الفعل الاساسي في المبادره دي يا فندم انها رجعت الثقه بين المواطن والحكومه. لما كنا نيجي نقول في الماضي للمواطن لو سمحت عاوزين قطع ان المشروع بيتنفذ قدام عينيهم، طبعا لا في الماضي يا فندم هذكر لك مقارنه بسيطه قوي. في الماضي كنا نقول محتاجين ارض لمحطه الرفع تبرع او املاك دوله، فيرد علينا رد جميل قوي يقول انتوا وعدتوا والدي وكان موجود ان انتوا هتنفذوا له مشروع صرف الصحي وما عملتوش، وعدتوني انا ومش هتعملهم، وهتولدوا اولادهم ومش هتعملهم. طب حضرتك النهارده في المبادره لما المواطن وفر قطعه الارض سواء كانت ملكه وتبرع بيها او هي ملك الدوله وبقت موجوده عندنا، الفتره ما بين انه تبرع بالارض او الارض كانت موجوده لبدء التنفيذ الفعلي لا يتعدى شهر شهر ونصف، فمن هنا رجعت الثقه بين المواطن والحكومه، بدليل ان حضرتك اهالينا اللي في المرحله الثانيه والثالثه اللي ما اتخدموش من النهارده بيوفروا اراضي عشان يبقوا جاهزين لمجرد انطلاق المبادره تكون الاراضي جاهزه، منتظرين بشغف انه المشروعات بقى تدخل عليهم وتبدا. طبعا يا فندم انا بكلمك على قطاع واحد مياه شرب وصرف صحي، تخيل بقى القريه دي يا فندم بننزل فين نعمل فيها خدمات مياه شرب، خدمات صرف صحي، مدارس، طرق، وحدات صحيه، وحدات اجتماعيه، مجمع للخدمات، بنعمل فيها حضرتك النهارده رصف للطرق ما بين القرى وبعضها، كلنا عارفين اهالينا في القرى يا فندم لما يكون في مطر بيبقى الارض طينه بيبداوا يتحركوا على الطرق ديت، بتبقى الامور صعبه بالنسبه لهم جدا. عشان كده كان في توجيه برصف الطرق بين القرى وبعضها او رصف الطرق بين القرى والمدن حتى يتم تسهيل الحركه على اهالينا وخروجهم. الجميل برضه في المبادره يا فندم ان هي ما راعتش فقط ان انا بنفذ مشروعات لاهالينا بس، لان حضرتك المبادره بدات على اساس ان احنا عندنا نسبه الفقر عاليه في هذه المحافظات اللي بدانا بيها. طب هل انا النهارده حضرتك لما نفذت له هذه المشروعات هل معدل الفقر بالنسبه له قل؟ الاجابه لا، نفذت له مشروعات هو نفس الدخل بتاعه اللي بيدخله هو هو. كان في توجيه بقى من فخامه الرئيس ان احنا نستعين بكافه المقاولين المحليين اللي اثبتوا كفاءه داخل هذه المحافظات في تنفيذ المشروعات، يتم الاستعانه بهم كمقاولين باطن في تنفيذ هذه المشروعات، والاستعانه بابناء هذه القرى من اهل البلد كعماله معاهم طبعا يا فندم عشان ابدا اخلق فرص عمل ليهم. ثاني حاجه ان حضرتك المبادره كان في توجيه للحكومه بتعميق التصنيع المحلي، لان كنا عارفين دول العالم كلها دلوقتي بتقفل وتفتح على حسب الجائحه اللي موجوده، عشان كده ما اقدرش التزم ببرنامج زمني معاهم في المهمات اللي بستوردها من الخارج. كان في توجيه من فخامه الرئيس بان احنا حضرتك نعمق التصنيع المحلي. حضرتك النهارده كان في اتفاق بين مصانع الهيئه العربيه للتصنيع ومصانع الانتاج الحربي برعايه دوله رئيس مجلس الوزراء، هيكون هم المسؤولين عن
تصنيع هذه المهمات مع كافة الشركاء المحليين الموجودين شغالين عندنا. ده حضرتك هيعمل ايه؟ انا كان عندي مصنع بيشتغل وردية واحدة، هبدأ اشغله ثلاث ورديات لان انا عندي طلب كبير جدا على المنتج بتاعي عشان اكفي احتياجات المشروع. طبعا طب انا حضرتك ما كفتش احتياجات الموضوع، هبدا اخلق مصانع جديده او انفذ مصانع جديده عشان الاقي اقدر اواجه الطلب المطلوب عندي. كل ده هيخلق حضرتك فرص عمل مما هيقلل معدل الفقر لاهالينا موجودين في القرى باذن الله. يعني ان شاء الله الريف هيكون يعني شكل تاني زي ما قال سياده الرئيس. وبشكرك جدا المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق على وجودك معنا في 90 دقيقه. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. سيادة الرئيس اتكلم النهاردة عن مشكلة واجهها ريف مصر كله، مشكلة يعني كانت أمر واقع ملهاش بديل، وهي مشكلة البناء على الأراضي الزراعية. صدع مزمن في دماغ مصر الحقيقة، يعني أرض من أخصب أراضي العالم وأجودها بتبوز علشان يتبني عليها بيوت أسمنت. طيب خلينا نشوف كلام سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ولكن هي القضية اللي موجودة، يا ترى ثقافة أهلنا اللي موجودين سواء مش بس في الصعيد، في الصعيد وفي الدلتا، هل هم مستعدين يسيبوا السكن اللي هم بيعملوه دلوقتي على أرضهم كثقافة منتشرة إن هو ببني لنفسي أو ببني لأولادي على الأرض الزراعية واروح للمدينة اللي أنا عملتها دي وقارن سعريا ما بين ده ما بين الشقة اللي هاخدها في المدن الجديدة وما بين اللي أنا بعمله براحتي على الأرض الزراعية؟ هي دي التحدي اللي أنا متصور إن احنا محتاجين نتكلم فيه. شوفوا هات الصورة اللي بعد كده من فضلك. أنا عايز أقول إيه؟ تقريبا على كل الأراضي الزراعية اللي موجودة على مدار اكتر من 60-70 سنة احنا كنا بنعمل كده، احنا كمصريين بنعمل كده رغم محدودية الارض المتاحة ورغم ان موجود في الظهير لكل الصعيد التسع محافظات دول او الثمان محافظات اللي بنتكلم عليهم عندهم اراضي صحراوية ممتدة نقدر نعمل عليها كل حاجة ونحتفظ بجزء كبير من الاراضي الزراعية كده. أنا بقول لأهلنا اللي بيسمعونا مش بس في الصعيد ولكن في الدلتا، المية جنبك اهي، المية جنبك اهي، أنا ما بتكلفش كتير عشان أنقل المية للأرض الزراعية اللي احنا قدامنا دي، ما بتكلفش كتير، لكن لما حب أعمل أي مشروع تاني وآخد المية دي أوديها في ظهير صحراوي على مسافة 70-80 كيلو منها يكلفني مليارات الجنيهات. ومش بس كده، هبقى كمان محتاج اعمل تجمعات عمرانيه تخدم على ده بكل ما تعنيه او ما تتطلبه من بنيه اساسيه من طرق وكهرباء ومحطات معالجه لميه الشرب ومعالجه للصرف الصحي، يعني ارقام كبيره جدا جدا. يعني لما بنقول مشكله مش علشان هي يعني مش على هوانا وعلى مزاجنا، عشان هي عملت كارثه حقيقية مؤلمة وحزينة. طيب عشان نعرف ازاي نصحح الأزمة دي خلونا نتكلم مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة اللي بينضم لي عبر الهاتف. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم سكتير. أهلا بك في 90 دقيقة. تفضل. السؤال البديهي، إيه اللي مصر خسرته بالبناء على أراضي زراعية؟ نعرف كده ببساطة كده نفهم. والله يعني البناء على الأراضي الزراعية هي خسارة كبيرة من يعني من اتجاهات عديدة. أول شيء التعدي على الأرض الزراعية هو خسارة جزء من الأرض الزراعية يساهم في الإنتاج
الزراعي او الامن الغذائي للمواطن المصري. يعني خسرنا قد ايه تقريبا من الاراضي الزراعيه؟ يعني دلوقتي من لو احنا بصينا من 25 يناير 2011 الى العام، مش هنقول بقى 21 الى عام 2020، لان 21 بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في قرارات صارمه وحاسمه للتعدى على الاراضي الزراعيه لغايه تخطينا 90,000 فدان. 90,000 فدان دولت يعتبروا يعني من اخصب واجود انواع الاراضي بالنسبه للاراضي المصريه. 90,000 فدان ده رقم كبير، يعني ده قد دوله يعني. طبعا احنا في هذه الفتره طبعا تم الازاله 37,000 فدان منهم، ازاله التعدي، وما زال التعدي قائما على حوالي 54,000 فدان اللي هم يعني اصدر عليهم تقريبا اللي هو القرار قانون التصالح او جزء منه، لكن طبعا نعتبر خساره كبيره 54,000 فدان. زي ما قلت لحضرتك الخساره كجزء من الارض منتج للدوله المصريه، في خساره ثانيه كبيره جدا اللي هو التاثير وتدمير البنيه التحتيه، الانتاج الزراعي داخل او تحت هذه المساحه المتعدي عليها، وكذلك تدمير مساحات زراعيه بالجوار او بسموه تاثير البناء العشوائي على المساحات المزرعه بالجوار بيهددها طبعا، لانها بتاثر على البنيه التحتيه اللي هي زي اللي هي مجاري الصرف المغطى، وكذلك طبعا ده اثر على انتاجنا الزراعي السنين اللي فاتت، صح؟ طبعا ده بياثر على الانتاج الزراعي زي ما قلت لحضرتك. أيوة. ان كنا بنخسر المكان نفسه بيروح، لكن ما ننساش اماكن الجوار نفسها للمكان نفسه. يعني ليه؟ لان الصرف المغطى ده ما بيخدمش ال 100 متر او ال 150 متر اللي بيتعدى عليهم المواطن، لكن للاسف بيأثر على كل مجرى الصرف المغطى، قد يؤثر على 20 30 فدان اخرى في خفض الانتاجيه ورفع مستوى الماء الارضي لسوء طبعا الصرف، لان هذا. طب معلش يا دكتور، لو ترجمت الفلوس ال 90,000 فدان دول ممكن يعملوا كام تقريبا؟ والله هم احنا بنقول 54,000 فدان. يعني لو قلنا 54,000 فدان في حتى 300,000 جنيه، يعني بمبالغ تعدي يعني مليارات من الجنيهات بتخسرها الدولة المصرية، والأكثر من ذلك. وكل ده في مقابل انه بس عشان حد يبني شقة مثلا لابنه ولا حاجة. لا حضرتك دلوقتي فدان الأرض عشان نطلع بيه على الصحراء، للأسف الفدان اللي بروح للصحراء ديت بيكلفنا مجهود كبير جدا. أول حاجة ندرة المياه، عاوزين نوصل المياه طبعا معاناة، عاوزين نستخرج مياه من باطن الأرض، مياه جوفية، معاناة، وكل دي بتاخد دراسات كبيرة جدا ومجهود مستمر طول ما احنا في اتجاه الزراعة في التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية. معنى ان احنا بنقتل فدان أرض من الأراضي القريبة من مجرى النيل اللي بيسموها سهلة الاستخدام، سهلة الإنتاج، عطائها ممتد، أرض طينية بيسموها الأرض الخصبة أو الأرض المعطاءة، فبيعتبر دي خسارة كبيرة كبيرة جدا جدا للدولة المصرية. طبعا زي ما قلنا برضو أن التعدي ده بيخلق يعني مجتمعات أو أبنية عشوائية، وإحنا كلنا بنشاهد دلوقتي إعادة تأهيل المناطق العشوائية، بتكبد الدولة مليارات المليارات من الجنيهات، وطبعا وبنحب نحط لهم دلوقتي اماكن بديله. فاحنا دلوقتي لازم يكون قدام رؤيتنا او قدام عينينا اللي احنا بنعمله النهارده هو ده في المستقبل هيبقى مشكله كبيره جدا في حلها، زي ما بنحل دلوقتي الاماكن العشوائيه. طب معلش يعني انا عايز اعرف احنا طيب ازاي ان احنا نغير الثقافه دي، ازاي يعني ثقافه التعدي على الاراضي الزراعيه يعني؟ والله وان احنا نعمل توجيه للمجتمعات العمرانيه الجديده. والله حضرتك دلوقتي احنا شايفين نهضه كبيره جدا، يعني استخدمت لحل جزئي لهذه المشكله اللي احنا شايفينه دلوقتي تقريبا في كل محافظه او مدينه، محافظه كبيره او سواء كانت اقليميه او
من المحافظات الرئيسية الكبيرة، إن في تقريبا شبه مدينة أخرى الحمد لله شيدت ومبنية وجاهزة لاستقبال ساكنيها. فأنا شايف ده بيعتبر جزء من الحل، إن احنا نتجه إلى هذه الأماكن الجديدة ونبدأ نأخذ فيها الشقق ونحافظ على أرضنا الزراعية القديمة. برضو التوسع بتاعنا دلوقتي لما نحب نتوسع يا ريت نتوجه، لو كنا عاوزين نزرع أراضي جديدة، عاوزين نعمل مزارع يعني حظيرة للحيوانات، عاوزين نشتغل. طب بصراحة يا دكتور عباس، يعني هل مثلا احنا محتاجين نروح مثلا للفلاحين نقعد معاهم مثلا نعمل جولات مثلا هناك على أرض الواقع؟ هل ازاي نعمل نغير الثقافة دي؟ نعمل ايه؟ اول حاجه تغيير الثقافه حضرتك. الحمد لله دلوقتي احنا بنمتلك تكنولوجيا المعلومات دلوقتي او وسائل التواصل الاجتماعي بقت متاحه دلوقتي تقريبا في كل بيت، فممكن تتحط برامج او توعيه موجهه من خلال كل وسائل اللي هي الاتصال الحديثه اللي هي في متناول اليد، سواء عن طريق الموبايل ابلكيشن او خلافه او من خلال القنوات التلفزيونيه المنتشره في الدوله المصريه. وأنا شايف إن ده هيكون ليه أثر فعال وهيحقق نقلة نوعية في الثقافة الخاصة بالمواطن المصري، اللي هو يعني تقريبا بيعمل تكدس في الأماكن القديمة وفتح أفق جديدة، زي ما بنسمع دلوقتي في الدلتا الجديدة، في 1.5 مليون فدان، في الأراضي اللي هي الأراضي الصحراوية الممتدة على ضفاف المحافظات وخاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي ويتمتع بها عديد من المحافظات داخل الدولة المصرية. يكون هو ده يعني السياسة المتابعة في التوسع، في التوسع السكاني في هذه الأماكن. وأنا شايف وكلنا رأيين إن في بنية تحتية بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإن هناك دلوقتي بنية تحتية كبيرة جدا سواء من شبكات الطرق أو خلافه تخدم هذه الأماكن الجديدة. يعتبر هو ده الامتداد الطبيعي. واحنا شايفين برضو ان هذه المجتمعات الجديدة بتؤسس على نظام علمي ومدروس سليم، ان كل مكان بيقيم فيه او بيتم انشاء فيه مدينة بتكون مدينة منظمة قائمة على اسس علمية مضبوطة واخدة كل زي ما بيقولوا يعني كل الاتجاهات او كل المرافق الخاصة الخدمية بهذا المكان. فبتعتبر هذه الأماكن الجديدة اللي بنعمل إن شاء الله تنتشر على امتدادات الأراضي الصحراوية وبقت منتشرة فعلا يعني يا دكتور عباس. هي منتشرة بالفعل، وبس بنعمل المزيد في المستقبل بحيث لا يفكر أي مواطن إن هو يتعدى على شبر أرض، إن هو يبني على أرض زراعية. هو ده الهدف، إن احنا ما نتعداش على الأراضي الزراعية ونتجه دلوقتي. والله أتمنى أنه الثقافة دي تتغير. وبشكرك جدا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على وجودك معنا في 90 دقيقة. وخليني أقول لكم أنه كان لازم الدولة الحقيقة يعني طبعا تتدخل وتوقف الإساءة الجماعية اللي عملها بعض المواطنين على أراضيهم الزراعية. ومشاهدينا نطلع فاصل نرجع لحضراتكم مرة أخرى. أورنج مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يفتتحان مركز أورنج الرقمي السابع في أفريقيا والشرق الأوسط. مركز أورنج الرقمي هو أول مركز تدريب رقمي متكامل في مصر لتدريب وتوعية الشباب بأهمية التكنولوجيا الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل وتحسين قدرتهم على اقتناص الفرص الوظيفية. مصر بس هنعمل 3 مراكز زي ما قلت تاني، في القاهرة وفي الدلتا وفي الصعيد. عايزين نساعد برضو الستات عامة والفيميل ان هم يقدروا ينضموا في الشغل ويقدروا ان هم يقدروا يساعدونا في حته ديجيتال ايفولوشن. هندرب اكتر من 10,000 واحد في السنه، غير طبعا بقى كل ما له علاقه بالستارت ابس والحاجات التانيه. الحقيقه في مفاجاه كمان احنا عاملينها، اورنج فانشرز اللي هي كل ما له علاقه بالانفستمنت والستارت ابس هتيجي تفتح لها مكتب في مصر السنه الجايه، وده هيبقى بيعمل فاندنج في كل المشاريع في مصر ب $50 مليون في السنه. الحقيقه النهارده لو دخلت اوريدي في المركز النهارده هتلاقي ان احنا عندنا كل المتقدمين من ديجيتال او دخلوا على الابلكيشن، قدموا واتقبلوا وبياخدوا كورسات، والكورسات دي بتبقى لمده اسابيع مش يوم ولا اتنين، وبياخدوا سيرتيفيكتس كمان. ففي قدام كمان
هيبقى فيه بارتنرز تاخد منهم بس سيرتيفيكتس وشهادات معتمده ببلاش من عندنا في السنتر ده. المركز الرقمي المتكامل يجمع بين 4 استراتيجيات رئيسية لمساعدة الشركات الناشئة وإعداد جيل واعي تكنولوجيا من الأطفال وتدريب وتوعية الشباب، بالإضافة لاستفادة شركتين من الشركات الفائزة من المسابقة المحلية للحصول على دعم مادي. البرمجيات بقت شيء مهم جدا في مصر، فإحنا بنعلم الشباب سواء عندك خبرة ما عندكش خبرة، بنعلمك سواء كنت دكتور مهندس حابب ان انت تتعلم يعني ايه برمجة، بنقدر نعلمك وكله ببلاش محدش بيدفع عندنا. بنترجت برضو الاطفال من سن 8 سنين و 9 سنين ان هم يتعلموا برمجة عشان يبقى عندنا جيل ناشئ صاعد قادر على مواكبة التكنولوجيا الرقمية. معمل التصنيع الرقمي بنشجع الطلاب ان هم يحولوا افكارهم الى نماذج اولية، النماذج الأولية عشان بدل ما استورد لا ما نصنع المنتج المحلي بتاعي. ثالث مكان عندنا هو مسرع للشركات الناشئة، ان احنا بنسمح كل الشركات الناشئة في مصر ان هي تقدر تشتغل وتقدر توصل للعملاء المصريين وتسد الاحتياجات. بنعلمهم ازاي تقدر تعرض مشروعك قدام مستثمرين من بره مصر ومن جوه مصر، ومصر دلوقتي من البلاد النامية جدا اللي فيها كمية استثمارات رهيبة من بره مصر. ستعمل أورنج على نشر نطاق عمل المركز ليشمل الجامعات المصرية، وبالتالي منح أكبر عدد ممكن من الأشخاص إمكانية استخدام التقنيات الجديدة واقتحام عالم الأعمال بشكل احترافي. ويأتي التعاون الخاص لمصلحة الدولة التي تعمل على نشر الوعي الرقمي. سيادة الرئيس النهاردة اتكلم بالأرقام على مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات اللي بتعملها الدولة، وكمان جدد الدعوة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات اللي لسه هتتعمل. تعالوا نشوف جزء من كلمة الرئيس ونرجع تاني. وانا هتكلم في نقطتين صغيرين كده، واقول ان انا كنت بكلم مع زمايلنا في الحكومة على حجم المشاركة اللي القطاع الخاص كشركات وانا هنا بتكلم على مشروعات بنيه اساسيه، يمكن في قطاع الاسكان والبنيه الاساسيه كباري وطرق يا دكتور مصطفى، مش كده؟ التشييد والبناء. فانا كنا بنراجع الارقام في الفتره اللي احنا تولينا فيها المسؤوليه، وانا هعلن عليكم الارقام دي مش اسرار يعني. عدد الشركات انا اقول لكم الارقام عشان تحفظوها. الكلام اللي بقوله ده لينا كلنا، مش للحكومة ومش للإعلام، لا لكل الناس. أنا بتكلم هقول رقم نحفظه 4500، عايزين الرقم بالظبط 4375 شركة اشتغلوا. أنا عايز أقول لكم إن في منهم 150 شركة اشتغلت حد أدنى مليار جنيه، حد أقصى 75 مليار جنيه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ يعني انا بتكلم في تريليون و100 مليار. ال 4500 شركه اللي بتكلم عليهم دول انا بكلم المصريين، وبكلم الناس اللي بتسمع والناس اللي بتقول لك يا ترى في فرصه للقطاع الخاص ولا لا. طبعا، وانا ما بقولهاش والله، وانا بحلف بالله، احنا بنتمنى ان القطاع الخاص يساهم في كل شيء، ومش التمني هو تمني بس يعني كلام، لا احنا بنتمنى وبنشجع وبنقول كل المشروعات دي، حتى المشروع اللي احنا افتتحناه النهارده ده، ايوه لو القطاع الخاص عايز يخش يشارك اهلا وسهلا. انا يمكن اتكلمت عن القطاع الخاص في المناسبه ديت عشان كان حصل كلام قبل كده، وانا اقدر كل الكلام اللي بيتقال، اقدره بجد يعني، بس ارجو ان احنا برضو كلنا مع بعضنا نبقى شايفين كل الكلام اللي بيتقال مقدر ومحترم، لان احنا يعني عارفين حسن النوايا، ما فيش حد عنده نوايا مش طيبه تجاه بلده مصر، بس يمكن تبقى الامور احيانا محتاجه ان احنا ناكد عليها ونوضحها. بقول تاني، طيب انا ما بقولش ارقام
مش عارف ما يصحش مش كده يا دكتور مصطفى ولا ايه؟ والله صحيح. طب انا مش هقول اسم الشركه دي، الشركه دي اشتغلت ب 75 مليار جنيه في السبع سنين دول، يعني كل سنه كام؟ 11 مليار جنيه. في حد بيشتغل ب 11 مليار جنيه ما بيشتغلش؟ مش كده؟ يعني مش معقول يعني. وبالرغم من كده برضه بقول تاني تعال، يعني بجد مش عارفه اقول ايه. احنا عندنا رئيس يا جماعه بجد ما بينامش، وبعدين بقى ضيفوا عليه حاجه تانية، دبه النمله ما بتعديش قدامه، يعني بيشوف، يعني لو يعني اللي بتعدي لو دبه النمله عدت بيشوفها، لو حد عمل هسه بيسمعها، يعني بجد يعني مش قادره اتخيل ايه الاهتمام ده وايه التركيز ده. ويعني حقيقي ما شاء الله على سيادة الرئيس الله يحميه، بيجيب وقت منين لده كله، وبيعرف ازاي كل حاجة. انا بحس انه كل مواطن هو عارف كل حاجة عن كل مواطن، من كتر يعني الوعي والمتابعة اللي عنده لكل واحد ولكل الناس. وده كله بيصب في الاخر ليه؟ عشان مصلحة الوطن ومصلحة البلد دي، ومصحصح وواعي. عايز اقول انه اسبوع كامل في حب الصعيد، افراح في كل المحافظات ولكل اهالينا، انجازات هنتابعها الايام اللي جايه ان شاء الله. وزي ما قال سياده الرئيس انه احنا صرفنا في سبع سنين بس اكتر من تريليون جنيه على تنميه الصعيد، ودي كانت الحقيقه البدايه. الصعيد في تطور وتنميه وازدهار، وكل اهالينا يعني بيعيشوا في حياه كريمه. ومشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا، ونشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد، وتصبحوا على ألف خير.